السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو هيكون مختلف، هندردش مع بعض شوية وهنتكلم على حاجات انا كلتها طول اليوم، عملت ايه بشكل سريع. ولكن اللي انا هعرضه النهاردة هيكون بس الجانب المشرق من اليوم، علشان انا بحبكم جدا، بحب اشارك معاكم اللحظات الحلوة. بس هوريكم من اول ما بصحى من النوم بعمل ايه لحد ما بنام، وكمان باكل ايه، يعني مش بالتفصيل قوي، ولكن يعني على قد ما قدرت اصور. طبعا اول ما بصحى من النوم بيكون يعني ما عنديش نفس قوي ان انا افطر، ولكن وجبة الفطار من اهم الحاجات اللي انت لازم تعمليها في يومك. فببدأ بكوباية مية وحط فيها واحدة من التين المجفف، ده جميل جدا. ممكن اعمل التين مع المية من بالليل وانقعه في التلاجة واشربه الصبح، بيكون حلو جدا على الريق. كمان بحب اشرب جدا الفراولة مع النعناع، برضو منقوع في المية. انواع من مية الديتوكس، اي نوع فواكه او خضار تقدري تحطي عليه مية وتشربيه. ممكن كمان اكل اي ثمرة من الفواكه، يعني مثلا نكترين او خوخ او تفاح زي ما بحب. وبعد حوالي ساعة ببتدي اخد الفطار. الفطار عبارة عن جبنة، وانا صراحة بحب الجبنة جدا جدا، يعني من اكتر الحاجات حباها، وخصوصا كمان في فترة الحمل. جبنة عليها اي نوع من الخضار، الطماطم، الفلفل، الخيار، الكزبرة الخضراء، وباكل معاها البقسماط الصحي ده، وان شاء الله هبقى اعمله لكم في فيديو لانه طعمه جميل جدا ومشبع وصحي. ممكن كمان لو ما عنديش البقسماط ده اخد مثلا ربع رغيف ولا حاجة. وعايز اقول لكم ان الجبنة دي انا حط عليها زيت زيتون، ودي من الحاجات الجميلة. بعد حوالي ساعتين من الفطار لازم اخد اي حاجة فيها قهوة او كافيين، وعشان طبعا في فترة الحمل الموضوع ده مش كويس الكافيين الكتير، فبعمل كوباية قهوة صغيرة جدا وبقلل البن، او باخد مكعب من الشوكولاتة، مش الاتنين مع بعض، مكعب من الشوكولاتة مع كوباية مية كنوع من السناك او حاجة تخليني فايقة شوية. بعد شوية كده ببتدي اخش اجهز الغدا، عشان النهاردة انا خارجة فحابة ان انا اعمل حاجة سريعة. فعملت الشيبس، عملنا قبل كده مع بعض في القناة، وده شيبس مش مقلي في الفرن، اللي عايز طريقته هتبان دلوقتي اعلى الشاشة. بجهز مع الشيبس النهاردة اكلة شعبية كده جميلة جدا، وفعلا بتأكل. انا نفسي جاية جدا على الحاجات ديت، الاكل اللي هو الشعبي ده، طعمية والبتنجان والسلطة وبابا غنوج، اكتر بكتير بكتير يعني من اللحوم والفراخ واللحمة وكده. الاكلة دي بتخلي الواحد ياكل كده ويبقى مبسوط. فجهزت الغدا، ناكل كلنا مع بعض. وبعد الغدا انا كنت خارجة رايحة للدكتور، فجهزت اللبس اللي انا هلبسه، العباية وطبعا الكوتشي والشنطة، الحاجات العادية. عايزة اقول لكم بقى اللي انا رحت للدكتور وعملت تحليل، وبعدين التحليل كان هيطلع بعد ساعة، فكان في قدام الدكتور كان في سوبر ماركت، فقلت اقعد فيه شوية، فعديت ودخلت السوبر ماركت. بعد شوية صغيرين لقيت الاذان اذن، وهنا في السعودية طبعا اللي عارفين عايشين هنا، وقت الاذان كل المحلات بتقفل، ولكن في محلات بسيطة جدا بتخلي لو في يعني ستات او حاجة بيخلوهم جوه المكان، وبيخرجوا الرجالة يصلوا وبعدين يرجعوا يداوموا العمل. ففي الوقت اللي انا كنت قاعدة فيه لوحدي في السوبر ماركت، والمحل يعني يعتبر مش قافل، يعني فيه ممكن تعملي الشوبينج بتاعك عادي، قلت اعمل ايه، قلت اصور لكم شوية من الحلويات اللي باينة قدامكم دي. انا عايزة اقول لكم الصراحة ما تهزتش خالص لما شوفت الحلويات دي ولا كأنها موجودة، بس هي شكلها حلو. لان دايما دايما حتى لما باجي اعمل حلويات مش شرط خالص اللي انا اكل منها، بس يعني بحب يكون شكلها حلو زي ما انتم شايفين، تورتات بقى وبتيفور وبسكويتات وحاجات كده بتزغل العين شوية. بس الحمد لله الواحد يعني الحاجات دي ما بقتش يعني تهزه قوي. ممكن من الان لاخر ياخد حاجة بسيطة جدا من الحاجات دي، فقلت يعني ايه اصور شوية واوريكم جانب كده مشرق من الحياة، الحاجات اللي شكلها حلو وكده والوانها مزهزهة كده زي ما انتم شايفين، انواع بقى شوكولاتات وحشوات. يعني صراحة بيبدعوا، يعني ابداع بقى في الحاجات اللي هي في الحشوات وفي الشكل وفي التزيين. يعني صراحة بحس الحاجات دي اللي بيعملها لازم يكون فنان زي ما انتم شايفين كده،
ودي بقى البوتيفورات والحاجات اللي هي كل الحاجات دي عبارة عن سكر والوان ودهون طبعا، يعني زيادة جدا على الجسم. الواحد الحمد لله انا روحت السوبر ماركت وانا شبعانة ومتغدية كويس ومش عايزة يعني اي حاجة، فالواحد بيصور وهو مش جعان. واهم حاجة وانت بتعملي الشوبينج، يعني لو هتعملي شوبينج وعايزة ضروري تعمليه، يفضل ان انت ما تكونيش جعانة علشان ما تقعديش تشتري في حاجات كتير. فاشتريت بقى شوية حاجات، وبعدين رجعت تاني للدكتور. بعدها بقى خلاص رجعت على البيت، وبعد كده وقت العشاء يا دوب باخد كوباية من اللبن الرايب، بحب اكل معاه خيار او فلفل او اي نوع من الخضار، وده بيكون الاكل بتاعي خلال اليوم. ممكن في اي يوم تاني مثلا اكل اي حاجات تانية مختلفة، يعني مش كل يوم باكل نفس الحاجات، بس روتين الفطار والعشاء تقريبا هو واحد. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات اكتبولي في الكومنت، وان شاء الله احاول من وقت للتاني اعمل لكم فيديو زي كده. عايزاكم ما تنسوش تدعولي دايما وتدعوا لبنتي، ربنا يشفيها ان شاء الله. فترة صعبة عليا بس ان شاء الله تعدي على خير. وزي ما قلت لكم ده الجانب المشرق من اليوم، ولكن بقيت اليوم كان مليان احداث كتير جدا. طبعا انا دايما بحب اصور لكم الحاجات الكويسة بس. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.